حلوين هالوردات ما هيك؟ شو هاد؟ ما بعرف بس واضح إنه صورة أبر، بس ما يكون أبرك. أول مرة بشوفه هيك لك. طيب رح أشرح لك وين لقيته وكيف. كنت عم دور عند البحيرة وبعدين شفتك هنيك، ومن وقت صرت راقبك. بالأول كانت الأمور طبيعية وكنت مبين زلمة عادي ومانك صاحب مشاكل أبدا، بس بعدين شفتك رحت لعند هذا القبر ومعك باقة ورد وقعدت هنيك. قعدت وصرت تبكي كتير، فعرفت انك بتعرف الميت، بس استغربت ليش مو مكتوب اسم. من وين طلع هالقبر؟ معقول يكون قبر موجدة؟ بنص الليل رحت وحفرت القبر بإيدي. بتعرف جثة مين لقيت بالقبر؟ اطلع فيني. قلت لك طلع فيني. لقيت جثة بنتي. يلا هلا صار دورك انك تحكي لي كل شي من الاول. ليش اخذت لها ورد كايا؟ عم ينبك ضميرك؟ انا بريد، ما عملت شي، تركني روح. بترجاك تركني. ما عملت شي مثل ما عم بتقول. ليش ما رحت وخبرت الشرطة؟ ولا كنت خايف يتهموك بالجريمة؟ جاوبني يلا. يلا أقول كايا، ليش ما رحت وخبرت الشرطة؟ لأني لأنك قتلتها مو هيك؟ لهيك ما رحت؟ أنا ما عملت شي صدقني. أنت يا أما قتلت بنتي أو بتعرف مين اللي قتلها. ما في خيار تاني. صدقني. Ha 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 ha.